الكيمياء اللي بيني وبين عبادي مش جديدة، في عمر بيننا وبين بعض يعني، بس النهاردة الليلة مختلفة. النهاردة بجد الواحد حاسس أخيرا يعني، شوف رغم كمية المسارح اللي احنا اشتغلنا عليها في أنحاء العالم كله أنا وعبادي مع بعض، وخصوصا في السعودية، ولكن النهاردة طعم تاني مختلف. النهاردة أنا بشتغل في بيتي، بشتغل النهاردة في المسرح بتاع عبادي الجوهر. جاي من بره من الشارع وأنا شايف صورة بتاعت عبادي الجوهر على المسرح بتاعه، المسرح بتاعه اللي هو لما يمشوا عياله وأحفاده يقولوا ده بتاع أبونا وده بتاع جدنا. فالمسألة الحقيقة فيها شرف تاني، فيها نوع تاني من المزاج، ولذلك احنا اشتغلنا فاصلين 4 ساعات. أنا أول مرة في حياتي أشتغل مع عبادي الجوهر 4 ساعات في حفلة فاصل، فكل حاجة مختلفة. الأغنية دي بقالنا دلوقتي تقريبا 5 سنين أو 6 سنين، كل ما يجي إعلان عن حفلة الأستاذ عبادي الجوهر يبعتوا لي الجمهور على تويتر، وهم عارفين ان انا برد عليهم ما بقدرش اسكت، يقولوا لي على المهاف، اقول لهم يا جماعه حاضر، كتبناها وعملنا عليها بروفا وبعدين هو يكنسلها، وهكذا كل حفله على المهاف على المهاف على المهاف، لغايه لما هي النهارده كانت هي الاساس وهي رقم واحد. حتى كان المفروض ان احنا هنبدا بيها الفاصل الاولاني، ولكن يعني جالنا المقترح من الهيئة انه ما تضيعوش الاغنية لانها اول مرة تتلعب النهاردة، فبلاش تبقى اول واحدة، خلوها بداية الفصل الثاني. وقد كان اغنية عظيمة،